إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. قال ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة. ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فإن أقل من يموت الأشيخ وأكثر من يموت الشبان، يتنبه لاستغلال هذه المرحلة تنبها عظيما، لأنه لا يدري متى يبغته الموت، فعليه أن يكون مستعدا. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على أثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب.